أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد معركة الحديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات وتداعياتها على المشهد السياسي والإنساني. أعلنت دولة الإمارات من جانب واحد فقط بدء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام عن قائد قوات التحالف في الساحل الغربي العميد علي الطنيجي قوله إن التحالف بدأ عملية عسكرية واسعة من محاور عدة لاستعادة المحافظة، وذلك بعد وصول تعزيزات إلى منطقة كيلو 16 وقطع خطوط إمداد الميليشيا بين صنعاء والحديدة. لم يصدر من الحكومة الشرعية أي تعليق على هذا القرار الإماراتي الذي تزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء. في ظل توقف المسار السياسي، ماذا يمكن أن تقدمه المعركة التي أعلنت عنها الإمارات منفردة دون الرجوع إلى الحكومة؟ وأين دور الحكومة الشرعية في هذه المعارك ذات الكلفة الإنسانية المرتفعة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. توقف للمسار السياسي وانطلاق عملية عسكرية مفاجئة في الحديدة، هكذا أصبح المشهد بعد تعطل تحركات الأمم المتحدة ومبعوثها في إعادة مسار السلام، وهكذا تطورت الأحداث بعد رفض الحوثيين المشاركة في مشاورات جنيف. أهمية استراتيجية تمثلها معركة الحديدة كونها أحد أبرز معاقل ميليشيا الحوثي بعد العاصمة صنعاء، وكونها تسيطر على ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الوحيد الرابط للحوثيين بالعالم الخارجي، وهي أسباب دفعت التحالف وتحديدا دولة الإمارات إلى التحرك من أجل السيطرة على الشريط الساحلي والميناء منذ أشهر. مقاتلات وبارجات التحالف شنت سلسلة غارات وضربات على مواقع وأهداف مفترضة للحوثيين في كيلو 16 والدريهمي ومواقع أخرى متفرقة في الحديدة، لكنها بحسب مصادر محلية فقد أدت إلى استشهاد 17 صيادا في مديرية الخوخة جنوب المحافظة. وكالة الأنباء الإماراتية نقلت عن قائد قوات التحالف في الساحل الغربي قوله إن التحالف بدأ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور بعد قطع خطوط إمداد الميليشيا بين صنعاء والحديدة، فيما تظل التساؤلات قائمة عن عدم إصدار أي تعليق من الحكومة اليمنية على القرار الإماراتي للمعركة الذي تزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء. الحكومة الإماراتية وفي رسالة إلى مجلس الأمن قبل أسابيع من إعلان العملية الميدانية شددت على أن الإجراءات العسكرية يجب أن تكون آخر الخيارات، إلا أن تحرير محافظة الحديدة أصبح أمرا ضروريا لعودة المسار السياسي، لكن الرسالة في المقابل أثارت جدلا وسخطا كبيرين نتيجة لتجاوز قيادة أبو ظبي للحكومة الشرعية، خاصة بعد تقويض قرارات الحكومة وإنشاء قوى موازية للجيش والسيطرة على الموانئ والمطارات اليمنية. تتزايد أهمية معركة الحديدة يوما بعد آخر أمام مخاوف وضغوط أممية كثيرة، وبين كل هذا تظل الحديدة عنوانا بارزا لمأساة الحرب والصراع وانهيار مظاهر الحياة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخيرات لك وللمشاهدين الأعزاء والضيوف الكرام. أهلا بك دكتور. في البداية، كيف تتابع إعلان الإمارات عملية عسكرية واسعة في الحديدة منفردة عن الحكومة الشرعية وأيضا عن التحالف بشكل عام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الأمر ليس في الأمر جديد. أنا قلت يعني في غير مناسبة أن معركة الحديدة أصلاً التي بدأت منذ بضعة أشهر منذ يونيو، ونحن الآن في سبتمبر ثلاثة أشهر، والتي كان يفترض أنها تستغرق أكثر من بضعة أسابيع، هي اليوم يعني تدخل شهرها الرابع. قلت أن هذه المعركة تأتي في إطار التحريك، هي معركة تحريك وليست معركة تحرير الحديدة، إذ أن التحالف الذي يخوض حربا منذ أربع سنوات لم يلتفت إلى الحديدة خلال هذه الفترة، رغم الأهمية الاستراتيجية للحديدة باعتبارها تأتي من حيث الأهمية الجيوستراتيجية، تأتي في المرتبة الثالثة بعد صنعاء وصعدة. ومع ذلك فإن التحالف قد غفل عن الحديدة ولم يلتفت لها. لذلك يعني كان استنتاجي أن هذه المعركة هي معركة تحريك وليست معركة تحرير،
وقد تأكد هذا الآن. يعني هذا الاستئناف المعارك في الحديدة يؤكد جملة من النقاط. النقطة الأولى هي مسألة أن هذه المعركة معركة تحرير، هي جاءت في أعقاب فشل أو جمود المسار السياسي بعد أن يعني تمنع الحوثيون ولم يحضروا إلى جنيف، ها هم اليوم يعني يعاقبون على عدم حضورهم. إذن هذا يؤكد أن المعركة معركة تحرير وليس معركة تحرير. نعم. الأمر الآخر الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية منذ قيام هذه المعركة أيضا كانت بعيدة. فجملة التداعيات العسكرية والسياسية تؤكد أن هذه الحكومة يعني يقبل الأمر وهي بعيدة تماما ولا يوجه لها ولا يلتفت إليها. الإمارات قبل بضعة أيام قدمت رسالة إلى مجلس الأمن دون حتى يعني ذكر هذه الرسالة، كان ينبغي أن تقدم من قبل الحكومة الشرعية ولكن الحكومة الشرعية لم تقم بذلك، بل حتى قائد هذا التحالف المملكة العربية السعودية لم ينط بها أيضا تقديم هذه الرسالة. وها هي الإمارات اليوم تعلن استئناف المعارك في الحديدة، ولكن كما قلت نعم. توقعاتي يعني من خلال يعني مرئياتي للوقائع على الأرض أن الحوثيين سيستمتون في الدفاع ليس عن المحافظة، ربما تستقطع أو تحرر أجزاء من المحافظة، لكن الميناء بالنسبة لهم هو الرئة التي يتنفسون منها. نعم. وبالتالي يعني سيستمتون في الدفاع عن الميناء. نعم. لكن بعيدا دكتور عبد الله، نعم دكتور عبد الله، بعيدا عن استماتة الحوثيين أو حتى كما تحدث بأنها معركة يعني تحريك وليس التحرير، من حيث المبدأ أن تنفرد الإمارات بهذا القرار، وكما تحدث أيضا كان قبل تقريبا أسبوع رسالة للأمم المتحدة باسم دولة الإمارات، يعني أن تمضي الإمارات بهذه الخطوات منفردة بعيدا عن الشرعية وبعيدا عن التحالف، كيف تفسر ذلك؟ هذا الأمر لم يعد خافيا، وهذه ليست الأحداث الأولى من نوعها، هذا الأمر بات جليا واضحا مؤكدا تؤكده الوقائع يوما بعد يوم. يعني هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في هذا السياق. يعني سبب هذا، ما هي المخاطر المترتبة على هذه الخطوات من قبل الإمارات برأيك؟ المخاطر يعني تكمن في مسألتين. المسألة الأولى أن الحكومة الشرعية، حكومة الرئيس هادي، لا تزال مستطيعة بغيرها، لا تزال مرتهنة إلى التحالف على نحو غير مسبوق. المسألة الثانية، هناك حالة اختطاف للمناطق المحررة من اليمن، إذ لم يعد الحكومة الشرعية هيمنة ولا نفوذ ولا كلمة ولا سيطرة على هذه المناطق المحررة. لا نتحدث فقط عن المناطق التي هي ساحات قتال، وإنما حتى المناطق التي هي بعيدة تماما عن يعني ساحات الاقتتال، المهرة، حضرموت، سقطرة، كل هذه المناطق إلى خارج نطاق يعني الحكومة الشرعية. فهذا أمر يعني قد بات جليا ولا يعني واضحا ولا يحتاج إلى يعني مزيد من التدليل عليه. يعني هذه المسألة، اختطاف اليمن أو اختطاف المناطق المحررة من اليمن وإبعاد الحكومة الشرعية وإضعافها، أنا أتصور أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الأهداف الاستراتيجية التي جاء التحالف من أجلها، ولكن في المقابل أيضا كأن الحكومة الشرعية قد استعجبت يعني هذا الامتهان وهذا الازدراء وهذا الإقصاء، وكأنها قد أصيبت بشلل التام. يعني قبل بضعة سنوات كانت تتحرك أحيانا بين الحين والآخر، وكان يظهر بعض الوزراء يعني ينتقدون هذه المواقف وينتقدون ضدها. الآن خلال الأشهر الماضية أيضا يعني لاحظنا أن هذه الحكومة وكأنها قد أصيبت بحالة من الشلل التام، فما عادت حتى يعني ما عادت يعني تملك حتى الحد الأدنى من الغيرة الوطنية. نعم. على هذا الإقصار وعلى هذا التجاوز. نعم. طيب ابقى معي دكتور عبد الله، اسمح لي ان اشارك معنا في الحديث من محافظة الحديدة الإعلامية ريم البطاح. مساء الخير استاذة ريم. مساء الخير اخي بشير، كذلك مساء الخير للمشاهدين الكرام. مرحبا بك ريم. في البداية صفي لنا الاوضاع الان في الحديدة مع اعلان عملية عسكرية وايضا احتدام المعارك منذ اسبوع تقريبا. طبعا الحالة الإنسانية صعبة جدا منذ بدء العمليات العسكرية، أما الآن الوضع أصبح أكثر صعوبة، أي بمعنى كارثي. هناك ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، كذلك الوقود حتى في أسعار الغاز المنزلي. طبعا سبب ذلك قطع المنفذ الذي كان يغذي المحافظة بالمنتجات الزراعية والثلج.
كذلك أغلب المصانع التي حول منطقة كليف الطعن أي هي المنفذ الذي ذكرته أغلقت وتم تسريح عدد كبير من العاملين خوفا على سلامتهم مما فاقم الوضع الإنساني تلك الأسر. طبعا هذا المنفذ يعتبر حتى منفذ للعديد من المسافرين المجيئين خارج مدينة الحديدة، هم الآن عالقين بسبب إغلاق هذا المنفذ. نعم. طيب ريم، الآن إذن يعني مع احتدام المعارك على ضواحي مدينة الحديدة وسط المدينة، الحياة تبدو طبيعية؟ هي تبدو طبيعية، لكن هناك معاناة إنسانية حقيقية يعيشون سكان مدينة الحديدة، يعرف الكثير كما قلت لك هناك أزمة في المواد سواء من الارتفاعات على المواد الغذائية، أزمة في المشتقات النفطية، في الغاز المنزلي، هذه تعتبر معاناة بحد ذاتها. نعم. ردود أفعال الناس في مدينة الحديدة ما هي من خلال رصدك وسماعك للناس في المدينة ريم؟ طبعا كما يعرف الكثير أغلبية وعدد لا بأس به نزحوا من المحافظة، بقي من لم يكن أمامهم سوى خيار البقاء، هم لا يملكون سوى ذلك. نعم نعم ريم، ربما فقدنا الاتصال بالإعلامية ريم البطاح، كانت معنا من مدينة الحديدة. أعود لي الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، إذا تأتي هذه العملية العسكرية التي أعلنت عنها الإمارات عن طريق قائد قواتها في الساحل الغربي، وصل أيضا المبعوث الأممي إلى صنعاء بالتزامن مع هذه العملية العسكرية، برأيك هل ستحدث هناك أي ضغوطات لعودة عملية سياسية؟ أم تتوقع بأن هذه العملية العسكرية ماضية ووجود المبعوث الأممي في صنعاء لن يغير شيء؟ نعم كلا، يعني يبدو لي أن الأمور الآن تتجه نحو الضغط على الحوثيين من أجل يعني استئناف المسار السياسي، وأغلب الظن أن هذا الذي سيحدث، يعني سيطلب من طهران ومن مسقط ممارسة قدر من الضغوط على الحوثيين بحيث أنهم يشاركون أو يحضرون يعني الجولات القادمه المسار السياسي. ويعني ما احسب يعني اكرر ان هذه المعركه لا يراد لها ان تفضي الى انتزاع الميناء من 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 الحوثيين، وانما هي يعني اداه من ادوات الضغط يعني عليهم. فهذا التحرك الذي يقوم به المبعوث الاممي كان في مسقط والان في صنعاء، وهو يعني من اجل تشكيل حاله من الضغط السياسي على الحوثيين بحيث انهم يقبلون بالعوده الى يعني المسار التفاوضي. نعم، هل تعتقد بان اعلان هذه العمليه العسكريه دكتور عبد الله يعني هناك تنسيق بين المبعوث الاممي والاماراتيين من اجل الضغط على الميليشيا كما تقول للرجوع للعمليه السياسيه؟ استبعد هذا لانه اذا ثبت ذلك فمعنى ذلك ان الامم المتحده متواطئه يعني مع التحالف او مع الامارات تحديدا من اجل يعني احداث هذه الخسائر. اخي الكريم، لو كانت هذه المعركه تستهدف يعني تتجه الى اهداف عسكريه وهناك ضمانات بعدم المساس بالمدنيين لكان الامر حسنا، ولكن ليس الامر كذلك. يعني هذه المعركه وما سبق يعني من معارك تحدث اضرار بالغه في المدنيين، ليس فقط في الحديدة وإنما في سائر مناطق في سائر يعني ساحات الاقتتال. فالتحالف أمامه خياران، الخيار الأول إما أنه يضمن سلامة المدنيين، ويبدو أن هذا أمر يعني متعذر خاصة فيما يتصل بهكذا المعارك التي يعني تحدث في يعني مناطق مكتظة بالسكان كتعز الحديدة. الخيار الآخر هو أن يوقف هذه العمليات العسكرية ويضغط باتجاه الحل السياسي، وهذا هو الخيار الأمثل الآن في ظل المعطيات القادمة القائمة بعد 4 سنوات، بعد أربع سنوات من القتال. التحالف لم يحقق الهدف الاستراتيجي الذي جاء من أجله، وهي إسقاط الحوثيين وإعادة الحكومة إلى صنعاء، بل أنه لم يعيد الحكومة حتى إلى المناطق المحررة. نعم. إذن هناك علامة استفهام كبرى على أهداف التحالف، وبالتالي فأنا أقول لم تعد هذه الحرب ذات جدوى، وبالتالي لا بد من العوده الى المسار التفاوضي لعل وعسى. نعم. اشك كثيرا ان حتى هذا المسار التفاوضي قد يفضي يعني الى نتائج مرضيه، ولكن هو الخيار المتيسر. نعم. على جميع الفرقاء
الإقليميين والدوليين والمحليين أن يضغطوا باتجاه استعادة المسار السياسي لعافيته. طيب دكتور، ابقى معي إذا تكرمت، نشرك معنا في الحديث من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء النور. مساء النور دكتور. في البداية، أنت قراءتك وتفسيرك مضي الإمارات في اتخاذ خطوات منفردة، سواء بالتخاطب مع الأمم المتحدة أو إعلانها اليوم عن معركة عسكرية واسعة في الحديدة، بعيدا عن الحكومة الشرعية وبعيدا عن التحالف؟ أنا أعتقد أن المعارك في الحديدة محددة، خاصة هذه المعركة هي محددة الهدف، وأعلم بأنها تأتيل تطويق المدينة وليست الدخول في حرب إلى داخل أو مواجهة حرب شوارع. القوات المهاجمة للمدينة استطاعت أن تقطع خطوط الإمداد من الجهة الجنوبية كما هو معروف، وبعد السيطرة على طريق صنعاء الحديدة استطاعت كذلك أن تحكم الحصار على الجهة الشرقية. بقي للميليشيات داخل المدينة المنفذ الشمالي، وهو الذي يتوجه عبر الخط العام إلى الصليف ومنه إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. أعتقد أن الحملة حتى هذه اللحظة آتت بعض الثمار في قطع طريق صنعاء. إذا ما استمرت الحملة فيما هو مخطط لها فسوف يحكمون السيطرة على المدخل الشمالي للمدينة، ولا أعتقد أن القوات تنوي الدخول في داخل المدينة وخوض حرب شوارع مع الحوثيين. إذن ما قيمة هذه العملية العسكرية دكتور محمد، إذا هي بالصورة التي تقول عنها أيضا، وربما بالصورة التي أيضا أعلنت عنها الإمارات من أجل تحريك العملية السياسية وليس من أجل تحرير الحديدة، إذا أيضا بقى المنفذ الشمالي الذي يأتي من محافظة حجة مفتوح ويدعم الميليشيا بالسلاح أو بالعناصر المسلحة وما شابه ذلك؟ هو الخطة المعلنة أنهم سيطوقون المدينة من جهة البر، هذا من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق، بقيت الجهة الشمالية. لكن أنا أتصور أن العمل في العمليات الحديدة الهدف منها إجبار الحوثيين على العودة لمائدة المخططات، لأنها انطلقت بشكل مكثف بعد أن جمدت انطلقت إثر فشل مفاوضات جنيف بعدم حضور وفد الحوثيين إلى جنيف. لكن بالمحصلة أنا أعتقد أنه ما لم يكن هناك اختراق عسكري كبير يمكن الحكومة الشرعية من امتلاك أوراق سياسية كبيرة، فإن الحوثيين لن يذهبوا إلى مائدة المفاوضات. واليوم طبعا غادر المبعوث الدولي مارتن جريفيث دون أن يدي بأي تصريح، في إشارة إلى أنه غير راض عن أي اختراق. دكتور محمد، أي اختراق يحسب للحكومة الشرعية إذا كانت الإمارات تتعامل بصورة منفردة بعيدا عن الحكومة ولا يوجد أي حتى تصريح من الحكومة الشرعية لهذه المعركة؟ هذا طبعا نتيجة عن الخلل الموجود بين الطرفين، وهذا خلل لا يمكن أبدا إنكاره. هناك طبعا العمليات التي تشرف عليها الإمارات، ظاهريا الحكومة الشرعية هي تسجل العمليات باسمها، ويحدث بين الحين والآخر تواصل بين قائد العمليات أبو زرع المحرمي ورئيس الجمهورية عندما يحدث تقدم معين. لكن في الواقع أن الوحدات التي تهاجم اليوم هي وحدات مختارة ومدربة تدريبا لا بأس بها وتدريبا جيدا أشرت عليها الإمارات العربية المتحدة. وطبعا ما يحصل في الحديدة من عدم وجود تنسيق هو يمكن أن يفهم ضمن الإطار العام للخلل الموجود في العلاقة بين التحالف العربي وبين الحكومة الشرعية أو بين الإمارات تحديدا وبين الحكومة في ملفات أخرى ليس آخرها ولا أولها أيضا ملف الحديدة. نعم. طيب أعود للدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، الآن إذا من خلال ما تحدثت وأيضا تحدث الدكتور محمد هي ربما نقاط ضغط على ميليشيات الحوثي وليست لتحرير محافظة الحديدة. الموقف الآن أو المشهد فيما إذا حققت هذه العملية العسكرية نتائجها بحصار الحديدة، هل تتوقع عودة العملية السياسية وقبول الحوثيين للعودة رغم أن الميليشيا مواقفها واضحة بأنها ترفض أي عملية سياسية؟ نعم، أنا في تقديري أن الحوثيين الآن بالنظر إلى الوقائع على الأرض، الوقائع العسكرية والسياسية والحالة الإنسانية والحصار الإقليمي، أنا في تقديري أن الحوثيين في موضع يجبرهم على القبول بالعودة إلى المسار السياسي حتى بغير هذه العملية،
طبعا هم مارسوا شيء من الممانعه وشيء من العناد ربما من اجل ان يفرضوا يعني اجندتهم. انا استبعد تماما ان الاسباب التي منعتهم من الحضور هي اسباب لوجستيه متعلقه بالضمانات والنقل والجرحى والى اخره، وانما يعني ارادوا بذلك ان يمارسوا شيء من الضغط من اجل ان يفرضوا بعض اجزاء الاجنده التي يحملونها. وبالتالي انا في تقديري انه في نهايه المطاف ربما قبل نهايه هذا العام سيشهد المسار السياسي استئنافا مره اخرى. سيطلب كما قلت انفا من بعض القوى الاقليميه كعمان وقطر ربما ممارسه مزيد من الضغط على الحوثيين. الوضع الانساني في اليمن لا يحتمل يعني مزيد من الخسائر ومزيد من التفاقم. الوضع العسكري التحالف اثبت انه اخفق خلال 4 سنوات في تحقيق تقدم يعني جوهري في مفاصل هذه المعارك. الوضع السياسي كذلك، وبالتالي فليس من خيار امام الفرقاء سواء الحوثيين او التحالف او الحكومه الشرعيه بل حتى يعني القوى الاقليميه ذات الشأن في الموضوع اليمني، ليس من خيار امام جميع هؤلاء الفرقاء الا العوده الى المسار السياسي. هل هذا المسار سيفضي الى حلول جذريه وسيفضي الى حلول ناجعه؟ انا في تقديري لا، ولكن ليس هناك من خيار غير هذا الخيار. نعم. الباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مسقط، وعودة أخيرة إلى لندن مع المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور محمد، تحدث الدكتور عبد الله الغيلاني قبل قليل بأن لا يوجد أي تفسير لإقدام الإمارات على اتخاذ قرارات منفردة بعيدا عن الحكومة الشرعية والتحالف إلا إضعاف الحكومة الشرعية التي هي ضعيفة أصلا. ما مصلحة الإمارات أن تظل تمشي أو تمضي في هذا المسار الذي يضعف الحكومة الشرعية الذي هو المظلة التي سمحت للتحالف بأن يدخل إلى اليمن ويتدخل عسكريا في اليمن؟ أنا أعتقد أن العمليات في الحديدة ليست في وارد إضعاف الحكومة الشرعية، يعني الحكومة الشرعية حتى هذه اللحظة هي لا تعارض هذه العمليات، على الأقل حتى نقول بأنها في مواجهة الإمارات أو أن هذه العمليات في الحديدة يمكن أن تضعف الحكومة. الحكومة صحيح أنها لا تشرف مباشرة على العمليات، ولكن في الواقع أنها لم تعترض عليها، وأنها بالعكس يعني يترى أن تحرير الحديدة من قبضة الميليشيات أنه مطلب الحكومة الشرعية، وهذا ما يصرح به مسؤولوها. أنا فقط يعني في مسألة الحل السياسي والعسكري، الدكتور عبد الله قال بأن الحل العسكري لم يفضي إلى حل، وبالتالي ليس هناك خيار سوى الحل السياسي الذي قال في آخر المطاف بأنه لن يفضي إلى حل، وبالتالي هذه خيارات عدمية. أتوقع وأعتقد بأن الحل العسكري هو الأقرب إلى الصواب، وكون أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي لم يحقق شيئا أعتقد أن في الأمر شيئا من المبالغة، لأن الاختراق العسكري الأكبر كان في الانسحاب من عدن ومن الجنوب بشكل تام. صحيح أنه لم يحصل هناك اختراق كبير مثل هذا الاختراق، لكن لو قورن التحالف العربي والأداء الحكومة والجيش الوطني في اليمن بعمليات أخرى في أفغانستان وفي غيرها من البلدان لوجدنا أن ما تحقق في اليمن يعد شيئا كبيرا خلال 4 سنوات. نعم. ونقول كبيرا نسبيا. نعم. طيب دكتور محمد، لكن ما قيمة هذه العملية العسكرية؟ وأيضا أنت تؤكد أن الحل لن يكون إلا عسكريا مع ميليشيات الحوثي، لكن التحالف والإمارات على وجه التحديد لا تريد يعني حسم المعركة عسكريا، وربما جاءت تصريحات وزير الشؤون الخارجية الإماراتي قرقاش يقول من أجل الضغط على الميليشيا. إذن العملية واضحة أنه ليس الحسم العسكري بقدر ما هو ضغط على الميليشيا فقط للعودة للمسار السياسي. دعنا نفهم الأمور في إطارات متعددة. الإطار الأول هو إطار الضغوط الدولية على الحكومة وعلى التحالف من أجل إنفاذ الحل السياسي، والإطار الثاني هو إرادة إنفاذ الحل العسكري. هناك ضغوط، والتحالف العربي الحكومة الشرعية في تصوري يريدون أن يتيحوا للمجتمع الدولي قدرا كبيرا من الزمن من أجل أن يثبت للعالم بأن الحوثيين يتلاعبون وبأنهم لن يحضروا وبأنهم لن يفوا. إذا كان صعب عليهم أو عقدوا مسألة الحضور مجرد الحضور إلى جنيف، فما بالك بإنجاز اتفاق سياسي في جنيف؟ كيف سيكون صعبا؟ وما بالك حتى لو أنجز هذا الاتفاق السياسي على الورق في جنيف؟ فكم هي الصعوبة التي سيواجهها تطبيق وتنفيذ هذا الاتفاق؟ إذا المسألة معقدة. يراد الحوثي أن يظهر أمام المجتمع الدولي بأنه هو المعرقل، وبالتالي أعتقد
بأن المسألة ستكون واضحة بأن الحوثي والمعرقل وهي واضحة بشكل تام بما ييسر ويهيئ لعمليات عسكرية. أنا لا أتصور أن قوة الحوثيين هي التي منعت دخول الحديدة أو هي التي جعلت الحوثيين يصمدون إلى هذه اللحظة. أخي العزيز أنت تعلم وأنا أعلم والجميع يعلم بأن هناك ضغوط دولية تمارس بالإضافة إلى وجود نوع من الإشكالات الداخلية في التحالف العربي والإشكالات الداخلية في الحكومة اليمنية والإشكالات في الأداء العسكري. لكن في تصوري أن الضغوط الدولية هي التي تمنع التحرر جبهة نهم إلى صنعاء وهي التي تمنع دخول داخل الحديدة وهي التي تمنع أيضا عدم تحرر كثير من الجبهات. هناك خطوط حمر دولية ينبغي أن نعترف بها، والملف اليمني للأسف الشديد صار جزءا من منظومة إقليمية ودولية وجزءا من تضارب مصالح دولية، وعندما تتقارب هذه المصالح ربما ينجز حل سياسي في البلاد. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن، والشكر أيضا للدكتور عبد الله الغيلاني كان معنا من مسقط، وكذلك للإعلامية ريم البطاح كانت معنا من محافظة الحديدة. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زاوية الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.